صباح الخير كريم، صباح الخير نهوان، صباح الخير على الأهلي والأهلوية، ويا رب بإذن الله يكون يوم سعيد بعد فوز الأهلي بالأمس على فريق الكبير فريق الاتحاد سيدي البلد بأربع أهداف مقابل لا شيء. يستأنف الأهلي تمريناته استعدادا لمباراة دجلة اللي هتكون يوم الجمعة على استاد الأهلي والسلام في 7:30. توالي المباريات، ضغط المباريات، هي عادة النادي الأهلي على طول يوم ورا يوم مباريات، على طول مطالب بالفوز بعد كل 3-4 أيام على غريم آخر أو منافس آخر. الأهلي دون راحة بيستأنف اليوم تمريناته، يمكن التمرين هيكون في الساعة 11 صباحا، يمكن في بعد أقل من نص ساعة هيكون في تمرين. بداية اللعيبة تتوافد على النادي الأهلي بالجزيرة، يمكن الحالة المرورية حوالين النادي رائعة جدا وكويسة جدا، في سيولة مرورية كبيرة جدا يمكن حوالين النادي، اللي عاوز يجي النادي ينزل الجو كويس، الجو مشمس هو الجو كويس جدا، هيساعد أي عضو عاوز يستمتع بكل أنشطته داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. زي ما قلت لكم كريم نهواند، بدأت لعيبة النادي الأهلي تبقى موجودة عشان خاطر التمرين هيبدأ بعد أقل من نص ساعة، طبعا عشان خاطر يستعدوا لمباراة وادي دجلة. الناس كلها عاوز تعرف اللعيبة اللي بتلعب امبارح بتعمل ايه النهارده. هقول لك انا بتعمل ايه، بتيجي اللعيبة النهارده الصبح اللي لعبت امبارح، اللي لعب امبارح 90 دقيقه، بيجي النهارده ما بيتمرنش، بيعمل تمرين ريكفرنج خفيف، يخش الساونا، يخش الجيم، يعمل يخش التلج، في جهاز تلج الاهلي جايبه احدث جهاز يمكن في العالم موجود داخل غرفه النادي الاهلي تحت الصفر، بيخش بيعمل زي استشفاء لعضلاته. دي اللعيبه اللي بتشارك في مباراه الامس، اللعيبه اللي بيشارك في جزء بسيط من المباراه 10 دقائق او ربع ساعه او ثلث ساعه بيتمرن عادي زي باقي اللاعبين. باقي اللاعبين اللي ما بتشاركش بتكون النهارده عندهم تمرينه قويه جدا علشان خاطر يبقى الحمل متوازن ما بين اللعيب اللي بيلعب واللعيب اللي ما بيلعبش. الناس كلها عاوزه تطمن على الاصابات، اطمنكم على الاصابات، يمكن طاهر محمد طاهر امبارح يمكن اثناء المباراه كدمه في الضلع، يمكن الدكتور على طول دكتور اسامه خده الى احد المستشفيات القريبه من استاد الاهلي والسلام واتعمل له كذا اشعه، اشعه عاديه واشعه ثلاثيه عشان خاطر يطمئنوا على اضلاعه، والحمد لله طلعت الاشعه سليمه، ما عندوش اي حاجه خالص النهارده، فضل الجهاز الطبي راحت اللاعب، وباذن الله بكره هيكون موجود في التمارين مع باقي زملائه. ويمكن اجايه الناس كلها قالت لك مش هيلحق كاس العالم للانديه، اجايه هي في تدخل جراحي، بطمنكم وبطمن كل جماهير النادي الاهلي، اجايه باذن الله لجا الى الحل البديل عدم التدخل الجراحي والتأهيل، وباذن الله باذن الله هيكون في اقل من 3 اسابيع موجود مع باقي زملائه، فباذن الله هيلحق كاس العالم للانديه. جيلاردو يمكن عنده مزق في العضله السمانه، يمكن مزق بسيط، هيغيب حوالي 15 يوم. كريم ندفت باذن الله خبر مفرح لكل جماهير النادي الاهلي، هيكون موجود يمكن في التمرينات الشهر المقبل، بتكلم في 10 ايام باذن الله، وهيكون موجود في تمرينات الفريق في شهر 2 في اوله باذن الله هيكون محمد محمود، وفي اخر الشهر باذن الله هيكون محمود متولي العائد من الرباط الصليبي. يمكن باذن الله هي دي قائمه الاصابات، يا رب باذن الله ما تكملش اكتر من كده ويكون خلاص ده كفايه، لان طبعا ضغط المباريات وتوالي المباريات بيعمل اصابات، لكن باذن الله الجهاز الطبي ومدرب الاحمال الرائع اللي عامل شغل كويس جدا مع النادي الاهلي يقدروا يساعدوا الاهلي على ضغط المباريات وتوالي المباريات اللي بيبقى يكون كل 3 او 4 ايام مباراه. الاهلي النهارده هيتمرن الصبح عشان يدي فتره كبيره خالص للاعيبه النادي الاهلي، يبقى راحه، يمكن الساعه 1 الظهر يبقى اللعيب عنده على مدار اليوم راحه عشان بكره باذن الله يكون التمرين الساعه 3 عصرا. طبعا استعدادا لمباراه دجله الاهلي هيتمرن بكره يوم الخميس باذن الله، هيخش في المعسكر باذن الله، يوم الجمعه يلعب مباراه الاهلي والسلام ويستعد للمباراه الافريقيه. دي كانت كواليسنا داخل الملعب، الناس كلها بتتكلم على ملعب التتش، الناس بتتكلم على سوء ارضيه ملعب التتش، انا بقول لكم ما فيش الكلام ده خالص، ارضيه ملعب التتش رائعه، تنزل على ارضيه ملعب التتش ما فيش فيها نقره، ما فيش فيها حفره، الارضيه مستويه، الارضيه رائعه اكثر من رائعه. خلي الناس يعني تخف شويه على الكلام، الارضيه بتقول عكس كده، ولا الراجل اشتكى ولا المدير الفني اشتكى ولا اللعيبه اشتكت، محدش بيشتكي خالص والدنيا زي الفل، وباذن الله ما يكونش فيه اي حاجه خالص تعوق ايه النادي الاهلي، كل هنا على قدم وساق، يمكن صرف صحي في التراك على احدث مستوى يمكن لسه معمول، شايف ان الناس بدات تجهز في استاد التتش، في بويات بتتعمل وفي حاجات في شغل بيتعمل في ملعب التتش، باذن الله يكون حاجه تليق باسم النادي الاهلي. يا رب باذن الله زي ما فزنا امبارح على فريق الاتحاد السكندري باربع اهداف مقابل لا شيء، يكون يوم الجمعه باذن الله يوم سعيد لكل الاهلاويه، ونفوز على فريق وادي دجله العنيق جدا. امبارح مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ حذر من خطوره فريق دجله وقال لك فريق قوي جدا وبيلعب كوره جميله جدا، باذن الله باذن الله يكون الفوز من نصيب النادي الاهلي يوم الجمعه. دي كان كل كواليسنا من داخل ملعب التاريخي ملعب التتش. كريم لو عندك اي استفسار، نهوان لو اي استفسار انا معاكم كالعاده. انتوا الحقيقه مش بتدونا اي فرصه ان احنا نسال، لان دايما اخباركم كافيه ووافيه، بنشكرك شكرا جزيلا.